إصابة الرئيس الأمريكي ترامب بكورونا تحدث زلزالا سياسيا بأمريكا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. زلزال سياسي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان رئيسها دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الخميس إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويفتح هذا المعطى المشهد السياسي الأمريكي على احتمالات عديدة، خصوصا وأنه يأتي قبل 32 يوما فقط من انتخابات 3 نوفمبر المقبل، وبعد 3 أيام من المناظرة الرئاسية الأولى التي جمعت بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. إعلان ترامب إصابته بالفيروس جاء بعد إعلان مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس مساء الخميس إصابتها أيضا، ما سيغير معطيات عدة في انتخابات 3 نوفمبر المقبل، بالنظر إلى أنه لم يسبق للولايات المتحدة أن شهدت سيناريو مشابها لما يجري حاليا. هذا الإعلان يعني أن الرئيس الأمريكي لن يستطيع السفر إلى عدد من الولايات التي يتأرجح فيها التصويت بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي يعد الفوز بها حاسما للوصول إلى البيت الأبيض. وكان مبرمجا أن يزور ترامب عددا من هذه الولايات خلال الأيام القادمة، فبعد أن حل بولاية مينيسوتا يوم الأربعاء الماضي كان من المنتظر أن يشارك في تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا يوم الجمعة، وتعتبر هذه الولاية من أبرز الولايات التي تحسم السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض. وإلى جانب ذلك، فإن إصابة الرئيس بالفيروس تجعل من المستبعد عقد المناظرة الرئاسية الثانية التي كانت مرتقبة في 15 من الشهر الجاري، في حين ينتظر أن تنظم مناظرة نائبي المرشحين مايك بينس نائب المرشح الجمهوري ونظيرته الديمقراطية كامالا هاريس الأسبوع المقبل. الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا وقرب بينس منه أمر يصعب مسألة عقد المناظرة المقبلة بين النائبين في موعدها، خصوصا وأن خبراء الصحة يؤكدون أن مدة ظهور أعراض الإصابة بالفيروس قد تمتد من 2 إلى 14 يوما. هذا الطارئ الصحي يضع المناظرة الرئاسية الثانية مع جو بايدن في مهب الريح، على الأقل في شكلها المباشر، بالنظر إلى أن ترامب سيكون مضطرا للخضوع للحجر الصحي لمدة 2 أسبوع، في حين ينتظر أن يقوم بايدن بعدد من الاختبارات للتأكد من عدم إصابته بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة. وتضع إصابة الرئيس بالفيروس الأمريكيين أمام الاختيار بين الحفاظ على الصحة العامة من خلال الالتزام بتدابير السلامة الصحية، أو فتح الاقتصاد والعودة إلى الحياة الطبيعية. صادقت الولايات المتحدة على التعديل 25 سنة 1967 الذي يعطي الرئيس العاجز طبيا خيار نقل السلطة مؤقتا إلى نائب الرئيس، ويمكنه استعادة سلطته متى رأى نفسه لائقا لأداء مهامه. واعتمد الرؤساء الأمريكيون على هذا البند 3 مرات فقط، ففي سنة 1985 خضع الرئيس رونالد ريغان لفحص القولون بالمنظار، وسلم السلطة لفترة وجيزة إلى نائبه جورج بوش. كما استدعى الرئيس جورج بوش الابن هذا البند 2 مرات، وسلم السلطة مؤقتا لنائبه ديك تشيني عامي 2002 و2007 لفترة قصيرة. وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا كان كل من ترامب وبينس غير قادرين على أداء مهامهما، فإن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستقوم بمزاولة مهام الرئيس باعتبارها الشخصية الثالثة في هرم السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.